السلام عليكم يا شباب اولى ثانوي، ايه الاخبار؟ هنبدا مع بعض دلوقتي نحل امتحان رقم 6 عن البروتينز. تعال نركز في الامتحان ده واسئلته، لان هو ده سهل شويه بس محتاجك تركز. بيقول لك واحد عمل عمليه سورجري، فبعد العمليه يقولوا له كل ايه؟ طبعا انت لو بني ادم عبيط تقول ياكل بروتين، بعد العمليه يا اما بتاكلني لحمه لما بتعور. بص، هو البروتين بروتين اول، قلنا وصفه البروتين بيعمل كل حاجه في جسمك، بس ما تاكلوش لوحده، ما انت عشان تبني خلايا، يعني انت الدكتور فتح بطنك ففي تعويره، انت عايز تبني خلايا مكان اللي اتعورت. كل بروتين صح، معظم الخلايا في جسمك بروتين، بس محتاج كربوهيدرات بتدي طاقه، محتاج فات. الفاتس دي هنفهم انها مركب مهم جدا جدا، لان الفاتس فاكر يا لما قلنا الخلايا بتاعت جسمنا في اتنين حيطه بيحموها، واحده اسمها سيل وول واحده اسمها سيل ممبرين. الفاتس دي ليها دور مهم جدا في تكوين السيل ممبرين، فانت عايز تبني خلايا مكان اللي ماتت لازم فاتس، حاجه تدي طاقه والماده الاساسيه في البناء، فالمفروض اولسا بريفيوس. طب ده المفروض يا دكتور لو جات لي في الاختيارات اختار اولسا بريفيوس. طب هو في الاختيارات هنا هل مديني اولسا بريفيوس؟ لا. طب اختار مين بقى يا دكتور بيتر؟ المفروض بعد العمليه اكل كل حاجه. طب لو هو بيرخم اقول لك بروتين. ليه؟ جماعه انت خلايا جسمك بقول لك 90% منها بروتين و5% منها ليبيدز و5% كربوهيدرات، فده تركيب الخلايا. انا محتاج كله، بس لو انا مضطر اختار مين الاهم اختار البروتين. طيب اللي بعده بيقول لك ايه؟ تعرف ترتب الاكل ده على حسب الاسرع في انتاج الطاقه، يعني ايه الاكل يدينا طاقه بسرعه؟ طبعا هي احسن حاجه بتدي طاقه الكربوهيدرات، فانا عايز ابدا بكربوهيدرات ده. لا، البيناتس دي المكسرات دي فاتس، الميلك بيبقى فيه لاكتوز تاي ساكرايت، بس انا ابدا بالكريب اللي هو المونو ساكرايت. خلاص هي دي الاجابه. طب ده احسن حاجه تدي طاقه مونو ساكرايت. طب اللبن فيه لاكتوز تاي ساكرايت، ما هو تاي ممكن اهضمهم يبقوا مونو، هما اتنين تفصيلهم يبقوا حيط تم يسحبهم يدوا طاقه. بعد كده الفاتس، جسمي بيفضل جدا لو ما لقاش طاقه في الكربوهيدرات يجيب من الفاتس. اخر حاجه جسمي ممكن يجيب منها طاقه البروتينز، لان انا قلت لك وظيفه البروتين تبني كل حاجه في جسمك، فلما تاكل بروتين بلاش تكسرها وتجيب منها طاقه. البروتين الخلايا تعمل لك طوافر، شعر، هير، نيل، سكن، تعمل حاجات كتير، تعمل انزيم، تعمل هرمون، فانت اخر حاجه تفكر تجيب منها طاقه البروتينات. طيب اللي بعده، السؤال اللي بعتك بيقول لك من الشكل اللي قدامك تعرف تعمل دايجنوز، يعني تشخيص للمرض ده، وتقول لي ازاي اعمل له تريت يعني عالجه. تعال نفكر، هو ما هو المرض؟ ما هو المرض يا صديقي؟ واحده ست رجلها منفوخه راحت للدكتور حط صباعه على رجلها. هو انا لو يعني حطيت صباعي كده هل بيحصل حاجه؟ لا. طب لو انا حطيت صباعي وشلته لقيت فيه حفره اتعملت، ده معناه ايه؟ في حفرة ده ايكوال ان الخلايا كانت مليانة مية، ولما انا دوست راحت المية خرجت من الخلايا. طب وده بيحصل ازاي؟ تعال افكرك، قلنا الدم بتاعك ماشي في شريان جنبه الخلايا، امتى المية تخرج للخلية؟ افكرك، احنا قلنا الدم كان مكوناته ريد بلاد سيل وايت بلاد سيل ومية بتاعت الدم اللي اسمها بلازما. الميه دي ووتر ووتر، بس شريان الدم لو تفتكر كان مخرم. حد فاكر ليه شريان الدم كان مخرم يا ولا؟ شريان الدم كان مخرم بسبب ان الدم ده بيبقى فيه اكل، فالاكل ده لو انا عايز اخرجه للخليه لازم يكون فيه خرام. طب وده اعمل ايه؟ بتعمل بلاوي. ليه؟ ما هو الميه يا صديقي لو لقيت حيطه مخرمه كبت مصفى حطيت فيها ميه هلاقي الميه نزلت، نفخت الخلايا عملت المرض ده.
طب واحنا ليه ربنا مش بيسيبنا نتعرض للمرض دوت؟ لان ربنا جه مع الميه وحط معاها بروتين اسمه البيومين. البروتين ده اللي جبتك بيعمله. فالقلب يومين قلبه عليك مسك الميه. احنا نحب بعض، احنا نمسك بعض. لو كانت الميه تخرج من الشريان تروح للخليه، القلب يومين ما تسيبنيش خليكي معايا. فالقلب يومين ماسك الميه جدا يمنع خروجها. طب المرض ده معنى انه جه والميه خرجت؟ يبقى المرض اسمه ديفيشنسي. يعني ايه ديفيشنسي؟ نقص ان القلب يومين. طب العلاج؟ العلاج يا صديقي انك تعمل بقى انشكت. يعني ايه انشكت؟ اديك حقنة قلب يومين. عندك نقص قلب يومين خد حقنة قلب يومين بس كده. طيب اللي بعده بيقول لك ايه؟ اكسبلين. في شورتيتش يعني نقص، نقص في هرمون معين في جسمك. حلو. هذا الهرمون مخلي الاكتيفيتي قليله، ما عنديش طاقه، لا وكمان عامل لي دوخه. ولما رحت للدكتور قال لي كل مارين ويتس. مارين سويت مارين يعني حاجات بحريه، حاجات من البحر تحتوي على ايوتين. لا استنى، ايه الحاجه الوحيده اللي في المنهج اللي كان فيها ايوتين؟ بروتين مع ايوتين، اي من روكسي، اي هاف سيروكسي. هي السيروكسين. فمعنى ان انت هتاكل ايوتين يبقى عندك شورتج او ديكريس في مين؟ في السيروكسين هرمون بس كده. فلو جيت تقول لي مين هو الهرمون؟ هو السيروكسين، هو اللي مش موجود. فالدكتور بيقول لي كل ايوتين عشان اعمله. طب اللي وراه لاكتينج مصر. واحده مهايا حلوه جابت بيبي فرحانه بيه وبترتعه، بس الدكتور قال لها عشان ترتع الولد دوت كلي منتجات بحريه فيها فوسفور. ليه محتاجين الفوسفور للستات اللي بترتع؟ لا اقول لك، هو كان في حاجه ليها علاقه بالفوسفور واللبن. كان لما البروتين بيمسك في الفوسفور. فاكر العيال اللي بتلبس فوسفوري بتاع انتوا ناس رخمين، انتوا ناس وحشين، انتوا ناس قاسيين قاسيين قاسيين. فاكر رياضة البروتين ده؟ ده بيروح فين؟ في اللبن. فبينزل مع لبن الام. فلو في واحده ست بترد عنونا القاسيين، يا عم القاسيين ده رائع، كل فوسفور تعمل كاسين ينزل في اللبن فابنك كيلو بروتين وفوسفور. عشان كده يقولوا اللبن الطبيعي احسن من اللبن الصناعي. انا عارف ان انتوا يعني تقريبا رضعتوا لبن بقره بس مش مهم. يعني بروتين انتر في تركيب كل ده معناته ايه؟ السلم برين فيه بروتين، الكروموسوم فيه بروتين. ايه الكروموسوم فيه بروتين؟ ازاي يا دكتور؟ مش كنا بنقول ان الكروموسوم ده تي ان ايه ملفوف على بروتين؟ لما قلت لك التي ان ايه اقول لكم اشرح لكم. وانا يا جماعه التي ان ايه ده عباره عن خيط طويل جدا شايل صفاتك كلها. ربنا عشان يحطه جوه الخليه عمل ايه؟ عارف بكره الخيط؟ لو انت فردت الخيط بتلاقيه طويل، بس لو جبت بلاستيكه وقعدت تلف عليها خيط بتلاقي الخيط الطويل اتلم في بكره صغيره. ربنا عشان يحط التي ان ايه بتاعك الطويل في سلايه صغيره كب بروتين وقعد يلف عليه زي بكره الخيط. فالتي ان ايه الحبل الطويل لف على البروتين داخل الخليه. فالكروموسوم يحتوي على تي ان ايه وبروتين. طب اللي في بروتين سأل كاس المناعه. طب الشينادك ماتيريال اللي هي الدي ان ايه والار ان ايه، تسمع عن دول ايه؟ دول تقول الشينات بقى نفسها. الشينادك ماتيريال اقصد الشينات. الدي ان ايه نفسه هل معمول من بروتين؟ لا، الدي ان ايه ده مركب تاني خالص. بيلف على البروتين، بس الدي ان ايه حاجه والبروتين حاجه، الخيط حاجه والبلاستيكه اللي لفيت عليها بكره الخيط حاجه. فالدي ان ايه نفسه لا يحتوي على بروتين. طب الار ان ايه ده شينات بس مش بتاعتنا، دي بتاعت الفيروس. تسمع ياض عن الفيروسات التي تحتوي على ار ان ايه انستيبل؟ احكي لك. تسمع عن فيروس اسمه كورونا؟ ليه الكورونا دي كانينتنا؟ لان هي الفيروس لا يحتوي على دي ان ايه، هي عندها حاجه شبهه اسمها ار ان ايه انستيبل، مجنونه شويه. فالفيروس اللي اسمه كورونا عنده ار ان ايه بس كده.
طب تقول اكيد تقول يعني مواد معينه ما لهمش دعوه بالبروتين. طب اللي وراه البروتين يدخل في تركيب كل تمعاته. التم بروتين، الانزيمات بروتين، في هرمون الثيروكسين بروتين. طب هيت انسوليتور يعني عسل حراري؟ طبعا لا. ليه؟ فاكر رياض ايه اللي مش بيحسسك بالحراره؟ ايه؟ الفاتس، الليبيدز. انت لما بتاكل دهون، الدهون دي بتتشال تحت جلدك فما تحسش بالحراره. بيقولوا عليها سيرمال انسوليتور. سيرمال كان من سيرموميتر، الترمومتر بتاع الحراره. عسل حراره ما تحسسكش بالسقعه، انما البروتين بتبني جسمك مش بتاعت سقعه دي. طب اللي بعده بيقول لك ايه؟ البروتين بتعمل كل ده معاته. الطوافر فيها بروتين، الشعر فيه كرياتين، الكلت فيه بروتين، الدي ان ايه مش بروتين، ده حاجه لوحدها. طب اللي بعده الحاجه اللي بتكون المصل اللي هي العضلات، الليجمنت اللي هي الاربطه، عارف الرباط اللي هو الحبل، يعني انا ايدي فيها عظم كتير، فيها في اربطه ماسكاه اسمها ليجمنت. والتندونز، التندونز دي هي الاوتار يا جماعه. الاوتار زي ايه؟ عارف لما تعمل ايديك كده اهو بتلاقي فيه عصايه كده طلعت، دي اسمها وتر. الوتر ده برضه ماسك العضلات والعظم، مهم قوي. المهم ان كل الحاجات دي معموله من بروتين، جسمك كله بروتين. طب البروتين يدخل في تركيب كل ده معناته ايه؟ شبكه العنكبوت معموله من بروتين، اه هو العنكبوت عنده بروتيناته. طوافر او رجلين الحيوانات بروتين، القرون بتاعت الحيوانات بروتين، الدي ان ايه والار ان ايه دي جينات مش معموله من بروتين، دي حاجه لوحدها. طب اللي بعده بيقول لك البروتينات اللي في الدم، فاكر كان في كام بروتين في الدم؟ واحد اسمه البيومين، ده اللي عايم في البلازما، البلازما اللي هي بحر الدم، اكاديميه ميه والبيومين. وهيما ده بتاع كرات الدم الحمراء اللي بيسحب الاكسجين في جسمك. فالاجابه طبعا الاثنين دول في الدم. طب اللي بعده بيقول لك ايه؟ ما هي العلاقة ما بين البروتينات والموفمنت؟ يعني ايه الموفمنت؟ الحركة. هل في علاقة ما بين البروتينات وانك تتحرك؟ اه طبعا. البروتين بتعمل الماسلز العضلات، والعضلات مش بس هي وبس، بتعمل ليجمنت. ليجمنت يعني ايه؟ الاربطة اللي بتمسك العظم، العظم والعضلات. وبتعمل كمان التنتونز، التنتونز دي زي الاربطة بتساعد في الحركة. فتحس ان البروتينات هي اللي بتعمل كل الحاجات المسؤولة عن الموفمنت بس كده. طب اللي بعده بيقولك لو انت جيت تحلل اليورين بيبي بتاع حد عشان تعرف نسبة البروتين، فاكر ايه المادة اللي بتتفاعل مع البروتين؟ كان اسمها بيوريت، كان لونها بلو تقلب فايلوت. طب اللي بعده بيقولك الهيومن جواه جروب اوف بروتينز، بروتينات كتير. تعرف تقول لي البروتينات اللي موجوده في دمك؟ لسه قايلهم البيومين، هيموجلوبين. طب ايه انواعهم؟ الالبيومين كان سيمبل امينو اسيد بس، هيما كان كونجيوجيتد، كان مرتبط بايه؟ بالحديد، بالايرن. وتقارن ما بينهم الالبيومين بيمنع خروج الميه، بريفنت الموفمنت اوف الووتر فروم البلاد فيسل تو سيلز. طب الهيما كاري الاكسجين فروم اللنج تو اول سيلز، فدي اهميتهم لو انا هقارن ما بينهم. طب اللي بعده بيقول لك احيانا النباتات بنرش لها نيتروجين فيرتيلايزر، عارف يعني ايه فيرتيلايزر؟ اسمده يرشوا في الطينه نيتروجين. هتعرف ليه؟ احكي لك. هو النبات لما بيجي يعمل فوتوسينثيس كان بيجيب CO2 ويديله انبو، مش النبات اصلا بيسحب الحاجات دي على طول؟ فتحس ان النبات يحتوي على كربون واكسجين اهو CO وهيدروجين. لو النبات عايز يعمل بروتين، يعني مثلا يقول لك الفول والعدس كلهم بروتينات، البقوليات كلها بروتين، بيبقى محتاج حاجه. ايه اللي باقي له يعمل بروتين؟ نيتروجين، عشان يبقى فيه سي و اتش و سي او او اتش ونحيته، فيبقى كل حاجه عنده يعمل بروتين. طب النيتروجين ده يجيبه منين؟ احنا نرشه له اسمته. فالجمله ديت صح جدا. طب اللي بعده ايه اللي يحصل لو الخليه بتاعتك ما قدرتش تعمل بروتين؟
هتموت على طول. يا جماعه البروتينات كل حاجه في جسمك، الخليه اصلا بروتينات، لو جسمك مش هيصنع بروتين الخليه it will die بس كده. طب اللي بعده في الشكل اللي قدامك ده دمك، كرات دم حمراء ودي مشاورة على مية الدم. بص بص بص، دي مشاورة على ايه؟ على الليكويد بتاع الدم. ادي الدم بتاعك اهو نمبر 2 جي مشاورة على السائل اللي في الدم، 1 مشاورة على كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء فيها هيموجلوبين والبلازما فيها البيومين، يبقى هي تيات الإجابة. اللي بعده بيقول لك to form a chain of polypeptide فيها 3 different amino acid. تعرف تقول لي هيطلع كام طيب اوف البوليبيبتايد تي؟ لا مش فاهم يا بيتر، ركز معايا في السؤال قوي. بيقول لك هجيب لك 3 انواع امينو اسيد مختلفين A وB وC، وعايز امسكهم بترتيب مختلف، اغير الاوردر. تعرف تقول لي هيطلع لي كام بقى بوليبيبتايد تشين؟ كام مركب او كام شكل؟ طب تعالى نفكر، انت لو جيت الامتحان يبقى عندك بقى فراغ وروقان تقعد في الامتحان بقى تفكر. انا عايز من الثلاثة طول اطلع اشكال كتير، قول لي الماكسيمم نمبر اطلع كام شكل. بص ايه تمسك في بي تمسك في سي، ادي شكل. ممكن ده ايه تبدل طول، تمسك في سي تمسك في بي، ادي شكلين. طب لو انا عايز اجيب اشكال تانية بلاش تبدا بالايه، ابدا بالبي. بص بي تمسك في ايه تمسك في سي، او بي تمسك في سي تمسك في ايه. انت تقعد بقى في الامتحان بقى ايه تفكر خيال علمي بقى. طب مره بدات بالايه مره بدات بالبي، ابدا بقى بالسي، سي تمسك في ايه تمسك في بي، او سي تمسك في بي تمسك في ايه. بص عمال ابدل، هل في اشكال تانية ممكن تطلع؟ لا. فاقصى عدد ممكن يطلع لك لو انا معايا 3 امينو اسيدز مختلفين ان انا اجيب 6 اشكال 6 سلاسل. طب بتوت نفس السؤال، هخير بس كلمة 3 ديفرنت ل 3 سيميلر. يعني ايه يا دكتور؟ 3 المرة دي شبه بعض، ايه 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 يلا اعمل منهم بروتين، ايه 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 هم 3 سيميلر. لو كنت تخير ما هو كله زي بعض، هل دول هيكون في اي اختلاف؟ هو شكل واحد، لو الثلاثة سيميلر هيطلعوا لك سلسله واحده شكل واحد، فيش اشكال تانية. طب اخر سؤال معانا في هذا الامتحان، وات ذا نمبر اوف فري هيدروكسيل جروب اللي تطلع لو انا عملت سلسله فيها 15 امينو اسيد. فاكر ياتي يعني ايه فريهات؟ هفكرك، شرحتها في الاكسام اللي فات بس هشرحها لك تاني. لو انا جبت امينو اسيد سي اتش كوتش ناحيته وتحت اي حاجه، مسكته في امينو اسيد تاني، معمول ازاي؟ سي و اتش و كوتش ونحيته وتحت اي حاجه، مسكته في امينو اسيد تالت سي و اتش و كوتش ونحيته وتحت اي حاجه. تعال نفتكر لو انا همسكهم في بعض باخد من واحد اتش ومن التاني او اتش واقوم عامل بوند، اخد من واحد اتش ومن التاني او اتش واقوم عامل بوند، قول لي هل الكوتش لسه سي او او اتش ولا بقيت كو بس؟ كو بس. الناحية دو لسه ناحية دو ولا خدت منها اتشاية؟ بقيت ناحية بس. تي كو بس، تي ناحية بس. طب اول ناحية دو هل تي مسكت في حاجة؟ فاكر الناحية دو اللي في اول اي سلسلة اسمها فري مش ماسكة في حاجة. طب فاكر ياض الكوتش الناحية التانية اللي في الآخر هل دي مسكت حاجة؟ لا دي آخر واحدة في السلسلة فنسميها فري. فاكر انت أي سلسلة مهما كان حجمها لازم ألاقي أولها ناحيته فري وآخرها كوتش فري. طب اللي في النص دول فريهات؟ لا مش فريهات، دول مرتبطين. فكده تملي عدد الفريهات 1،
ايا كان الرقم بتاع السلسله ماليش دعوه، الفري تملي بيكون 1. وبكده يا اصدقائي احنا انهينا هذا الامتحان. ذاكروا كويس وربنا معاكم.